Like it's the team to be in the same group with Hilal. شو ممكن أقول؟ أكيد منا الفريق الأكثر حظاً بوجودنا بالمجموعة مع نادي الهلال. Being the winner of the Champions League. خاصة نادي الهلال الفائز بالنسخة الماضية من البطولة. I know the potential of the team and the capacity of the team. أنا عارف إمكانيات وقدرات فريق نادي الهلال. And the opening game to be against them. أكيد حتكون المباراة الأولى لواجهتهم. But will be a good experience for us. الفريق إن شاء الله يكون جاهز لمباراة تاريخ 8 وبتكون هي مباراة قوية بين فريقين. طبعا فريق الهلال فريق كبير ومعروف في آسيا، وكذلك الشارجة فريق كبير وله اسمه، وإن شاء الله نكون جاهزين ونطلع بنتيجة إيجابية إن شاء الله في المباراة. إنه فريق معروف بالنسبة لنا، قاموا بتغيير المدرب في الآونة الأخيرة. إنه مدرب جيد للغاية ولديهم لاعبين جيدين يتمتعون بميزات رائعة. لقد قدموا أداء جيدا أيضا في دوري المحترفين الإماراتي، ولكن على الرغم من أن الهلال هو بطل العام الماضي فأننا نود أن نكون على نفس المستوى من القوة. الحديث عن مباراة الهلال السعودي صاحب الأرض والجمهور في مواجهته مع الشارقة في أول لقاء للفريقين في هذه المجموعة. كابتن أحمد سعيد، مباراة كبيرة ينتظرها جماهير الخليج بشكل عام. في البداية والله أتمنى تكون مباراة كبيرة مثل ما قلت أنت، بحكم أن الهلال طبعا هو حامل لقب وصاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة وفي الرياض. كذلك الشارجة يعني فريق مميز، مدربين اثنين مميزين، يعني فيها عناصر المباراة، عناصر مشوقة ممكن توديها لمباراة كبيرة. لكن عطفا على اللي قدمه الشارجة في الموسم هني، مش ما اعتقد انها تكون مباراة كبيرة بهذاك الشكل، الا اذا الشارجة حب انه يراوينا شيء من الشارجة الجميل. اليوم شفنا تصريحات المدربين، حتى البارحة كوزمان نفس الشيء. اعتقد ان المباراة لما انت كفريق مثل الشارجة راح تواجه فريق ثقيل مثل الهلال، راح انت التحضير راح يكون جيد اوتوماتيك. الكل يبي يلعب ضد هذا الفريق، انت راح تلعب مع بطل القارة، راح تلعب مع كوكبة من النجوم. فلازم انا كلاعب بكون اوريدي وانا محضر، ما احتاج اي حد اصلا يحضرني لهذه المباراة. صحيح. فاتمنى انها تظهر المباراة بشكل جميل. طيب الهلال منقوص يمكن من افضل 3 لاعبين غدا، سالم الدوسري، قالوا كاريو لن يشاركون مع الهلال. هل هذه راح تكون يعني سلبية للهلال إيجابية للشارجة ولا العكس؟ طبعا هي مؤثرة، وتكلم عن الدوسري أبو أحمد، تكلم عن قالوا يعني مهاجم وواحد من أفضل الأطراف اللي موجودين حتى على مستوى آسيا كله اليوم سالم الدوسري. طبعا راح تكون ضربة موجعة للهلال وهي في مصلحة نادي الشارجة، لكن هذا كذلك يضع ضغوطات أكثر على نادي الهلال أن يعوض غياب هاللاعبين في المباراة، اللي ممكن راح تكون جماهيريا عليها ضغوط، يعني راح تكون ضغوطات على نادي الهلال واللي المفروض أن يستغله كوزمان يستغل كذلك نادي الشارجة. أنا في وجهة نظري أبو أحمد، نحن لو نرجع شوي ونشوف أسلوب لعب كوزمان في المباراة، أسلوب لعب كوزمان ترى محبب بالنسبة له مثل هاي المباريات، لأنه هو من نوعية المدربين اللي ينرفز الخصم اللي مستعجل أنه يسجل، ينرفز الفرق الكبيرة اللي دائما تطلع إلى نصف الملعب. ممكن نشوف من الهلال بكرة أنه يحاول أنه ينهي المباراة من وقت، وكوزمان ينتظر مثل هاي المباريات لأنه من أفضل المدربين اللي يسكرون الملعب ويلعب على المرتدات. نحن ذكرنا أتوقع أمس أن إذا كانوا اللعيبة اللي موجودين في الشارجة مثل كايو وملام في يومهم، اتوقع ان الشارجه ممكن ان يظهر بنتيجه ايجابيه مهمه. بالنسبه كم يمكن الشارجه يفعلها؟ بنسبه جيده جمال، اعتقد هي مباراه في المباراه قبل ما تبدا 50-50 ولا نحن 50-50 اليوم. انت لا تنسى ان فريق الهلال حتى والهلال يلعب على ملعبه وبين جماهير بطل اسيا، عنده قوه ضارب خارج المستطيل الأخضر، وهي قوة هجومية مؤثرة في الفريق، لكن ما يقدر يعوضها؟ تعويضها صعب، أفضل لاعب وهداف الفريق، كيف بتعوض هداف الفريق؟ رغم وجود الحمدان مهاجم جيد، لكن مشاركته وأيضا اللاعب المنتخب الدوسري رغم مشاركته
رغم المشاركة القليلة لحمدان المهاجم الثاني، لكن اليوم المباراة من معيار ثقيل. وجود نوعية مدربين على مستوى عالي في الهلال والشارجة، نوعية أجانب موجودة في الشارجة على مستوى عالي وأيضا في الهلال، ونوعية لاعبين مواطنين، أعتقد المباراة سيستمتع فيها الجمهور، لأن صراحة الشارجة من الفرق المميزة في دورينا، يمتلك مدرب عنده فكر عالي في النواحي الخططية وعنده تحضير نفسي وخاصة في البطولات المجمعة. شو رأيك في تصريحه اللي قال فيه أن نحن في مجموعة الهلال أكيد يعني بننافس على بس على المركز الثاني؟ أعتقد تمويه هذا؟ لو في تمويه لشفت النادي كله يتكلم بلقاء واحدة، النادي ما تكلم بلقاء واحدة، لاعبينه وأحمد مبارك طلعوا بلقاء مختلفة، رئيس شركته بلقاء مشابهة مع المدرب. لو كان هناك نهج كان شفت الأطراف الثلاثة، لكن لما تختلف الأطراف تعرف هذا رأي مدرب وفكرة زين، هي واضح في الشارجة. هو دائما هو يتخوف من اللقاءات الكبيرة، لكن يحضر بأفكاره، لكن ذهنه غير حاضر، لكن يعرف كيف يدير منافسات قوية. طيب. يعرف كيف يتعامل مع فرق مثل هذا الشكل. وأعتقد الشارجة قدم 5 مباريات في المباريات الأخيرة، مباريات ذو مستوى عالي، وأعتقد سيكون حضور جيد في دائما في مثل هذه المباريات. التعويل يكون عن اللاعبين المحترفين اللي عندهم جودة عالية في الهلال، يعني أكيد جودة اللاعبين المحترفين وقيمتهم السوقية تفرق عن لاعبي فريق الشارجة، رغم وجود أيضا لعيبة لهم قيمة سوقية في فريق الشارجة. بالضبط. في مثل هذه المباريات اللي راح يفرق معاك الإمكانيات الفردية للاعبين. اليوم مش أنا منو عندي أغلى قيمة سوقية، الموازين لمن؟ في مصلحة من الموازين؟ شوف، قبل ما عندنا المباراة كل موازين تصب في مصلحة الهلال طبعا، حلو الكلام. ولكن مثل ما تفضل أخوي رياض، هي نسبة 50-50، ولكن نفس الوقت الشارقة يملك لاعبين أجانب مميزين وقادرين يعملون الفارق، بس ما طلع مستواهم. هذه المباريات هي اللي راح تطلع ما في جعبة اللاعبين جماهيرية في أيوة في في لاعبين ينتظرون مثل هالمباريات. احنا اليوم في دورينا نفتقد الجمهور اللي يحضر مثل ما يحضر في الدوري السعودي، في لعيبة تعودوا على مثل هالجماهير، فاليوم فرصة لهذه اللعيبة ان يطلعون الصورة أفضل، الصورة يعني تبعث فينا شوي من تفاؤل أكثر ما شفناه اليوم، وهذا ما ننتظره من الشارجة إن شاء الله باكر، وكذلك الجزيرة بعد ما ننسى. جمال، لا تنسى بعد أن اللاعبين الأجانب هاي بطولة تسويقية لهم، يعني ممكن ما باقي شيء على نهاية الموسم، ممكن تشوف اللاعب اللي ما عنده حضور عنده حضور في هذه البطولة لأنها بطولة تسويقية. طيب، نخرج من هذه المواجهة ونذهب مشاهدينا الكرام للمباراة الأخرى.